ويمكن يا دكتور كنا بنتكلم اول الحلقه عن اشاده الامم المتحده والمنسقه المقيمه للامم المتحده في مصر ايلانا بانوفا بنظام التامين الصحي في مصر، ولما بنقول انه الامم المتحده بتشيد هنا الامم المتحده لا تجامل، الامم المتحده حضرتك هي منظمه الصحه العالميه، وسيادتك بتتكلمي عن ممثله المنظمه في جمهوريه مصر العربيه، وبنتكلم عن المكتب الاقليمي اللي موجود في مصر. الحقيقه بيشهدوا لحظه بلحظه كل الانجازات والتطورات التي تحدث في مصر، وبترصد هذا، دي ما فيهاش مجاملات زي ما حضرتك قلت، رصد كبير جدا بتسجل الانجازات في هذا القطاع، والحمد لله انجازات كبيره جدا بتتم في جميع المجالات ومزيد ايضا من الانجازات. قوام الانتظار كل يوم بيتحقق فيه الاف الجراحات بتتم، وحاجات متقدمه جدا، يعني جراحات في القلب، جراحات في الصدر، جراحات في المخ، زرع اعضاء، حاجات عاجله في القلب سواء تداخلية أو علاجية، كل دي إنجازات الحقيقة. وفي أولويات طبعا، يعني الأورام أولوية، القلب أولوية، الدموية أولوية، جراحات المخ أولوية، كل ده بيتم لآلاف من المواطنين. وطبعا على نفس المستوى الدولة بتسعى لتوطين الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية الحديثة، بحيث يبقى في نوع من الأمان والاستقرار وضمان هذه المواد المهمة جدا بصحة الإنسان.